انا معكم مستمعينا الكرام دائما في الاستماع وتواصل على راديو مارسو دائما مع الرياضات الفرديه والجماعيه بعيدا عن كره القدم. نمشيو الكاراتي ونرحبوا بالضيف ديالنا سامي بوغنم مدرب المنتخب الوطني المغربي للكاتا. سامي مرحبا بك معنا. شكرا شكرا اخت ليلى ملجيم، شكرا راديو مارس للاستضافه والتتبع عن كتب لهذه الرياضه. شكرا لهذه الرياضه اللي دائما ما كتفرح المغاربه بالنتائج ديالها. سامي نهضروا شي شويه على منافسه البطوله الوطنيه، كي كانت المستوى التقني ديال المستوى ديال المنافسات الوطنيه كي كان بالنسبه لك كاطار وطني؟ فالحمد لله الاطوار ديال البطوله الوطنيه للكاتا مرات الحمد لله في اجواء جيده في مركب رياضي مولاي عبد الله بالرباط. كانت بطبيعه الحال البطوله كتضم جميع الفئات من الكتاكيت الى فئه الكبار فالمدربين، مرورا عبر عده فئات الفردي والجماعي وفئه ذوي الاحتياجات الخاصه. كما كتعرفوا البطولات الوطنيه في الكاراتي كتمر عبر عده مراحل. كانت مراحل ديال الانتقاءات الاوليه او الاقصائيات الاوليه عبر المديريات والعصب الوطنية 23 عصبة اللي كانت من المغرب مثلا. من بعد الإقصائية ديال العصب عطاونا كل عصبة عطاتنا 4 ديال العناصر اللي طلعوا لي بوديوم في كل فئة بطبيعة الحال، 4 ديال العناصر في كل فئة من جميع الفئات. من ثم دازوا الانتقاءات أولى الإقصائيات اللي ديال المناطق أي لي زون، عندنا 5 ديال المناطق في المملكة، الشرق والوسط الصحراء الجنوب والدار البيضاء. الحمد لله كانت البطولة فيها مشاركة مكثفة اللي كانت حوالي 800 مشارك ومشاركة اللي كيمثلوها 23 عصر وهاد 5 ديال لي زون، وتقريبا حوالي 500 نادي اللي كيمثل المملكة المغربية. أيضا كان هناك حضور كبير ورائع للجمهور الرياضي والآباء والأولياء اللي كنشكرهم في الدعم ديالهم للأبطال والوليدات الناشئة الرياضية الوطنية. الحمد لله كان مستوى رائع، كان مستوى رائع خاصة في الفئات الصغرى، في جميع الفئات على العموم، وكان هناك فئات صغرى كانت مستوى رائع ورائع جدا اللي كيبين لنا ان كاين هناك جيل وشباب اللي غادي يكونوا ان شاء الله تكون لهم الكلمه مستقبلا. كان الجو بطبيعه الحال الجو كان رياضي عائلي اخوي، وكيرقى برقي هذه الرياضه النبيله الحمد لله، وفي واحد العدد ديال المشاركين والعدد ديال الجمهور ديال الناس الحاضرين. فإلى الملاحظين والمراقبين اللي كانوا عند الكتاب لاحظوا ان ما كاينش ولو رجل امن واحد في القاعه المغطاه. سي تخي سامبل، لان الرياضه كلها عائله وحده، وهاد الرياضه كتمثل لنا عائله وكاينه الثقه وكاينه التضحيات. فالحمد لله كل شيء كان ساتيسفاي بهاد البطوله. هاد الابطال هادو اللي لعبوا بطوله المغرب في هاد جميع الفئات مثلوا تقريبا اللي حكموهم تقريبا 70 حكم وطني تحت اعين اللجنه التقنيه الوطنيه للتحكيم و8 ديال الحكام الدوليين. فالحمد لله كانت البطوله على العموم مستوى رائع، وتمثيل اللي كيبين الديناميه اللي غدا بها الجامعه الملكيه المغربيه للكاراتيه. نعم سي سامي، الا بغينا نهضروا على الربط ما بين البطوله الوطنيه وما بين المنتخب الوطني، فكيفاش كيكون هذا الربط؟ واش يعني الا بان لكم شي لاعب الماء او لا تالق في المنافسات الوطنيه كيتم الاستدعاء ديالو مباشره للمنتخب الوطني المغربي، او لا كتسناو تخضعوا لدي تيست، ولا كيفاش كيكون العمل ديالكم؟ بطبيعه الحال عندنا كما هضرنا سابقا في انتقاءات ديال المنتخبات الوطنيه على العموم في الكاتا وفي الكوميتي. فالبطوله الوطنيه من بعد البطوله الوطنيه هذه غير خطوه في الانتقاء والاختيار ديال العناصر اللي غادي تمثل ان شاء الله المملكه المغربيه في التظاهرات الدوليه القادمه في البطولات العالميه. فبالنسبه للاختيار ديال المنتخب الوطني كيبدا بالمرحله الاولى اللي كما كنقولوا اللي هي البطوله الوطنيه. بطبيعه الحال نهار ديال البطوله الوطنيه كتكون الاعيون ديال الاداره التقنيه وديال المدربين الوطنيين حاضره بتركيز كبير، لان هناك عندنا عده ابطال مثلا الكاتيجوري كيقدروا يكونوا فيها ابطال اكثر من 4 ديال الابطال اللي كيكونوا طالعين البوديوم، صافي ديال هذوك اللي كلاساو في البطوله اللي جاوا الرتبه الاولى ميداليه ذهبيه في الديون النحاسيه. كيكونوا بعض الابطال اخرين وطاقات اخرى كتقدر تكون ما ساعدهاش الحظ وما طلعتش للبوديوم. هنا في كتكون العين ديالنا كاينه عليهم، لان الا كان عنصر ان بوتونسيال
ما يمكنش واخا ما طلعش للبوديوم بطبيعه الحال، لان كاين الاحتكاك وكاين الجوده ديال العناصر الممارسه. فهذا واجب علينا اننا نستدعيه لاول تظاهره او لاول اول معسكر تدريبي للمنتخب الوطني. فمن الواجب اللجنه التقنيه وحنا واخذين على عاتقنا الرقي بهذه الرياضه والاهتمام فيها على جميع الاصعده على العموم، وخاصه في هذا الجانب الرياضي اللي كنهضروا عليه ديال الانتقاء. فالاستدعاء بطبيعه الحال غادي يكون عندنا استدعاء ديال العناصر خيره العناصر بطبيعه الحال مباشره بعد الدوري المراكش اللي غادي يكون المفتوح، اللي غادي يكون من 20 و21 في هذا الشهر هذا ان شاء الله. غنعاود ناكدوا الحضور ديال الابطال ديالنا اللي داروا دي بوديوم في هذه بطوله المغرب او لا، سوا اللي ما ساعدهمش لحد غنعاود ناكدوا الحضور ديالهم ونشوفوا كيفاش داروا لو ديفلوبمون ديال الخدمه ديالهم باش نقدروا نستدعيوهم للمراحل القادمه ان شاء الله ديال الانتقاء وديال الاعداد اللي غادي تكون. فمباشره بعد الدوري المفتوح لمراكش ان شاء الله غنديروا الانتقاء وغادي ندخلوا لي زاتليت في كونسونطراسيون او لا معسكر تدريبي في بدايه شهر مارس ان شاء الله. وداخل المعسكر التدريبي كيكون عمليه ثانيه او لا كما كنقولوا الترشيح باش هاد العناصر بالضبط شكون اللي عنده لو بوتونسيال باش يمثل المملكه المغربيه في التظاهرات القادمه. غير لو اون بارل دو بوتونسيال عاد غيبقى لنا المراحل الاخرى، لان عمليه الاختيار راه شويه كتمر على عده مراحل كما قلنا. هذه المرحله الثانيه، المرحله الثالثه من بعد كيدخلوا في معسكرات تدريبيه، وفي خلال المعسكرات كنشوفوا اول حاجه لو كومبورتمون السلوكات التربيه والاخلاق ديال لاتليت رقم واحد. من بعد كنشوفوا اللياقه البدنيه ديالو و لو باركور ديالو البدني واش يسمح ليه باش يعطينا ان شامبيون مونديال او فيتور ان شاء الله. من بعد كاين بيان سور التدخل التقني او لا بطبيعه الحال الانتقاء الاختيار ديال لي كريتير تكنيك، حتى هما كنشوفوا واش كاين ان ديفلوبمون. بطبيعه الحال كنبقاو غاديين مع لي زاتليت مرحله كنجربوهم في بعض لي تورنوا انتر كلوب انترن بطبيعه الحال في المغرب او لا خارج المغرب. سامي، يعني دائما ملي كنهضروا على الرياضه كنهضروا على الاخلاق، وكنظن بان هذا الشيء اللي كتركزوا عليه حتى من خلال الدوريات الوطنيه وهذا الشيء اللي شفناه في البطولات الوطنيه. شكرا الاخت ليلى. فبطبيعه الحال كما نكمل على النقطه ديالنا ديال الجانب الاختيار الانتقاء، كما قلنا اهم عنصر في الاختيار وفي الانتقاء هو العنصر الاخلاقي، لان البطل راه مجرد كيصعد البوديوم راه هو بطل بالميداليه ديالو، ولكن ما وراء البطل فينا هو رجل الغد. اذا هنا حنا اللي الاستراتيجيه ديال الجامعه الملكيه المغربيه للكاراتي في هذا الاطار هذا كتقول لك اعطيني رجل الغد في الدرجه الاولى بعيد عن الميداليه او ما وراء الميداليه. فبطبيعه الحال الميداليه هي كما كنقولوا مرحله اولى كتبين لنا كما كنقولوا لا موتيفاسيون ديال هاد لي زاتليت، ولكن ما وراء وما بعد هذه الميداليه كاين هناك رجال الغد او لا قدوه ديال الغد للشباب من الانحراف، وشباب قادر على المساهمه في التنميه والتقدم ديال الوطن اخلاقيا وتربويا وبالتالي الرقي ديال المجتمع في المسار في الدول المتقدمه. فالناحيه ديال هذه الاستراتيجيه هذه كاين الجامعه الملكيه المغربيه للكاراتي وفرات المركز الوطني للكاراتي اللي غيساهم بشكل كبير في التنميه ديال هذه النقطه هذه ديال الاخلاق من ناحيه واحد الجانب تكوين الاطر في هذا المركز الوطني اللي غادي يكون تكوين اللي كيعطيهم لي ديبلوم وكيعطيهم الامكانيات باش يقدروا يوقفوا على عده جوانب في التدريب ديال الابطال ديال الابطال المغاربه في النوادي. فالبطل نكونوه على الصعيد بطبيعه الحال الرياضي باش يكون بطل بطبيعه الحال، وباراليل دائما بالموازاه خاصنا نكونوه باش يكون رجل الغد. وبالتالي فالمدرب إلا كان عنده تكوين يسمح ليه باش يوصل اكثر بيان سور هذه النقطه هذه ديال التربيه، فغيوصلها اترافير لي زاكتيفيتي بيداغوجيك اللي غادي يديرهم لهاد الوليدات هادو. فكنفتحوا هذا الاطار هذا هاد القوس هنايا وغنتكلموا على التربيه في النادي. سي تري سامبل، الا لاحظنا ان ابطال ديال رياضه الكاراتي او الممارسين ديال رياضه الكاراتي على العموم فهما ممارسين اللي كيمتازوا بالاحترام
وبالاخلاق العاليه. الى لاحظتوا في البطوله الوطنيه كما قلت، البطولات الوطنيه كدوز واحد الجو من الاحترام، واحد الجو من الاخلاق، واحد الجو من الجو الحمد لله اللي كنفرحوا ملي كنشوفوا هذوك لي جون في هذاك المستوى. علاش؟ لان في النادي خداو مبادئ اساسيه في التربيه، ما نساوش بان هذه المبادئ الاساسيه راه كتعطى من طرف الاباء وكتعطى في المؤسسات التربويه. مي الا جينا نشوفوا ان المدرسه هذا الطفل هذا او هذا الممارس في محته هو كيكبر في المؤسسه ولا في المدرسه ديالو، مالوغوزمون لسوء الحظ ان كيكون عنده ان ستريس طالع بطبيعه الحال. بطبيعه الحال سامي، الا سمحتي لي سامي، فدائما ما كنقولوا بان هناك واحد ترابط ما بين الرياضه وما بين الاخلاق وما بين بزاف ديال الاشياء اللي الكل خصو يركز عليه. سامي الحديث معك جد شيق، ولكن للاسف الوقت كيداهمنا بسرعه. كنشكروك على التواصل ديالك معنا، وكنتمنى لكم مسيره دائما موفقه.